مرحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. الحكومة تسلم 61 قطعة أرض بديلة للمتضررين من مشروع حفر قناة السويس و28 مليار جنيه حصيلة شهادات استثمار المشروع في اليوم الرابع. بدء تسجيل المواطنين للحصول على عقار فيروس سي الأمريكي الجديد 16 سبتمبر وتخصيص 8 مراكز ومستشفيات حكومية للحصول عليه. مطار القاهرة يستقبل أولى بعثات الحجاج المغادرة إلى الأراضي المقدسة غدا الخميس وتخصيص مبنى الرحلات الموسمية للحجيج.